السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن صحة وعافية. الفيديو ديال اليوم كما كتابعوا معايا هو يكون من محل لبيع الزليج. كنت فايتة حطيت عدة فيديوهات من نفس المحل. المشتركين ديال القناة مشاو لهذا المحل واستفدوا من السولد والعروض اللي كانوا في ديك الفترة. ودابا غتشوفوا معايا الجديد ديال أنواع ديال الزليج اللي في الحقيقة جاب واحد موديلات أكثر من رائعة، كانت بناء على طلب ديال المتابعين اللي طلبوه يجيب شي موديلات خصوصا بالنسبة للزليج الكبير ديال 1.20 متر على 60. غتابعوا معايا هاد الموديلات وكذلك غادي نعرفكم على الأسمنة الحالية والسولد اللي متوفر، فخليكم معايا. غنبدا معكم بهاد المجموعة الأولى ديال الزليج، هاد الأشكال كاملة اللي كتشوفوا معايا. القياس ديالها 60 على 20 والثمن 55 درهم. انا غنقربكم كل شكل بوحده، غير عطيتكم فكره على الثمن والقياس ديال النوعيه ديال الزليج. بالنسبه للثمن 55 درهم هو الثمن ديال الزليج جوده ممتازه، يعني برومي شوا. كاين دوزيام شوا والثوازيام شوا باثمنه اقل. كاين العديد من المتابعين كيبغوا الفرق ما بين البرومي شوا والدوزيام شوا، فكتكون على حساب الجوده ديال الزليج. مثلا البرومي شوا ما تيكونش فيه لي ديفو، كتكون كل زليجه قد ختها ما فيهاش ليطاج ما فيهاش العوجيه، عكس الدوزيام شوا والثوازيام شوا اللي كيكون الجوده ديالو اقل. ولكن الا كان هكا المقدره الشرائيه ديال الشخص محدوده او بغاو يوضعوا في شي مكان بحال مثلا تحت سطح العمل في الكوزينه او في شي مكان ماشي مهم، فتيكون قاضي الغرض. غنذكركم ان المحل كاين في القريعه اونفاس مع مرجان ديال درب السلطان بمدينه الدار البيضاء. هنايا وانتم كتابعوا معايا الزليج غنخلي لكم البطاقه ديال المعلومات ديال صاحب المحل. الناس اللي بغاو شي نوعيه ديال الزليج يتواصلوا معاه ويعطيهم المكان ديال، يعني نعطيهم لوكاليزاسيون ديال المحل فين كاين بالضبط. وبالنسبه للناس اللي خارج مدينه الدار البيضاء وبغاو يستافدوا من العروض ديال هذا المحل، فممكن يتواصلوا مع صاحب المحل ويشوفوا طريقه ديال التوصيل اللي غتكون بالتنسيق مع الشخص اللي غيشري الزليج وصاحب المحل، راه ممكن يوصل لجميع مدن المغرب. اذا دائما كتابعوا معايا الزليج 20 على 60، الثمن ديالو 55 درهم، زليج ديال المغرب. هاد الانواع كامله اللي كتشوفوا معايا ممكن نوظفوها بالنسبه للحمام وكذلك بالنسبه للكوزينه. ممكن نخدموا بزليج سامبل وممكن نضيفوا له هذيك الباندا او هذيك الزواقه اللي كتشوفوا في الوسط كنوع من الديكور. كاين اللي كيبغي يوظفها وكاين اللي كيبغي هكا زليج يمشي سامبل بلا ديك الاضافه. بالنسبه لهذيك الزواقه راه كتمشي حتى هي مع الزليج، يعني ملي كتاخذوا المتر المربع راه كتكون فيه الباندا ديالته دايزه ومحسوبه داخله في الثمن. ولكن ملي كت بحال دابا المتر تمشي وحده وحده دايره. كتمشي دايره. هذا باقي، هذا باقي. بالنسبه لهذا الزليج هو زليج مستورد ديال اسبانيا و تيبيعو ب 65 درهم. ممكن هكا تخدمو به شي بانو تيجي زوين. غنكمل معكم الانواع اللي دائما بنفس القياس ديال 20 على 60 والثمن 55 درهم. كما كتلاحظوا كاين العديد من الانواع بالنسبه لهذا الزليج، يعني ضروري غتلقاو الشكل اللي غادي يعجبكم. فعلى حسب شنو كتفضلوا، واش الالوان الغامقه ولا المفتوحه، واش تكون هكا مشارجي ولا يكون شويه خفيف في الموتيف ديالو. يعني دائما غتلقاو اي حاجه كتفضلوا. كذلك كاين الانواع اللي هي مات وكاين اللي سومي بريون وكاين البريون. غنخليكم تكملوا معايا باقي الاشكال اللي في المجموعه الاولى ديال 60 على 20 ب 55 درهم، ومن بعد ندوزو لاشكال اخرى وكذلك تشوفوا معايا الزليج ديال الارضيات والجديد اللي جاب المحل بالنسبه للزليج الكبير. هذا كيف الدوزيام وكيف الميه؟
ديال 45 وكاين ديال 55. هذا البرومير 55 درهم والدوزيام 45. اذا جميع الاشكال اللي كتشوفوا معايا الا بغيتوا الدوزيام شوا ديالها كيبقى ب 45 درهم، ولا بغيتوا هكا الزليج اللي هو نقي وما فيش لي ديفو فالثمن كيف سبق وشرط من بدايه الفيديو هو 55 درهم. بخصوص هاد الموديلات ديال الزليج اللي كتبان لكم هكا شارجي، يعني الناس اللي ما تيبغوش هاد الزليج اللي هو مشارجي فهو تيجي زوين اللي خدمنا به واحد البانو في الحمام والباقي خدمناه بواحد اللون اللي هو هادئ وكيكون كلير تيجي زوين داك البانو وسط هذيك الخدمه. فهذه فقط كاشاره بالنسبه للناس اللي غيشوفوا بعض الموديلات ان الشكل ديالهم ثقيل. هاد الشكل من الاشكال اللي جاوا جدادين للمحل، وهذا اللي قلبتوا عليه في محلات اخرى راه غتلقاوه بثمن اكثر، فدائما غتلقاو احسن الاثمنه عند السي عثمان. هذا 25 هذا 25 على 50 على 50 صور 20 60 شوف بحالو ديالو. هذا الثمن ديالو هو 55 درهم 55 كاين ديال 45. هذا شحال القياس ديالو؟ هذا 25 ل 50 25 ل 50 ديال الاسبان 65 ديال الاسبان هي الثمن 65 درهم. هذاك البانداس هذا كاين كيبدا من 20 حتى 30 درهم على حساب الغلب على حساب الغلب ديالو. خمسة وعشرين على خمسين هادو كاملين. خمسة وعشرين على خمسين تمام. كاملين دور هذا ما بقاش. هذا شحال؟ هذيك 55 شحال؟ هذا القياسات اللي قلتي لي؟ 30 على 60 30 على 60 الثمن ديالهم؟ هادو 60 درهم 60 درهم بروميي شوا ما فيهمش الدوزيام. هادو كاين الدوزيام ديالو شحال سيدي؟ كيبدا من 45 حتى 50 يعني خسر النقطة. كيمشيو بحال الرخام. هادو خارجين جداد ما دايرينش جداد. هادو 30 على 60 الثمن ديالهم تما 65 قلتي لي 60 درهم. كديري اليوم على برا 70 درهم انت كتبيعو دابا ب 60 درهم. موديلات جداد هادو هادو يلا خارجين 30 على 60 نفس القياس و 30 على 60 60 درهم. هادو هادو فيهم 30 على 90 كيبقاو 90 درهم. 30 على 30 على 90 كوب ازير الثمن ديالهم 90 درهم 90 درهم. برومي الدوزيام ديالهم كيدير 55 60. كاين هاد الموديل اش كاين هاد اللي فين هما تما نفس الثمن هادو هادو كاملين كوب ازير. هادو تما 90 على على 30 الثمن 90 درهم. هادو ديال المغرب؟ اه ديال المغرب.
هذا 20 على 60 الثمن ديالو 60 درهم 3 تي من بعد ما شفتوا معايا هاد الاشكال ديال الحيط غنمشيو نشوفوا الزليج الخاص بالارضيات ونبدا معكم بهاد الموديلات الاولى اللي غتشوفوا معايا هذا شحال هادو 65 درهم برومي 65 شحال فيهم في القياس فيهم 41 ل 41 كيدوزو 70 درهم انت كتخليهم بشحال 65 65 اللي بغى الدوزيام ديالهم راه كيبدا من 45 درهم هذا دابا اللي قلتي لي الثمن ديال البروميير شو كاين هذا الكري هذا حتى هذا كيك المهو اه كله هذا الكري اللي تحت هذا الموديل حتى هو اه الثمن ديالو هذيك ب 70 هذوك فيهم 45 ل 45 45 على 45 70 درهم هادو نفس الثمن نفس الاشياء كاين اللي بغاهم في السولد ولا في الدوزيام راه ناقص في الثمن السولد ولا الدوزيام تيكون ناقص دابا انت حاليا كتبيعهم ب 70 كاين حتى السولد ديالو اللي بغا السولد راه ناقص علاش شنو تيكون فيه السول؟ السول تيكون فيه شي شريطات اه كيكون بحال دوزيام تيكون ماشي دوزيام كيكون فيه ورس هذا يليق بحال هكا البرا ياك اه هذا بالبالكونات ولا السطح يجي هما حسب اللي فحال فيه هذاك الديف والدوار هذا كيبقى ب 40 درهم ديال السطوحه وديال اللي دي 40 درهم آه. فيه هذا هو المشكل كتخرجها في هذه وكتكون في بلاصه وحده ولا كل مره كيكون فيه الترافيك اما بغيت شي برومي ديالو 65 كيبقى كتكونش فيها الضربه ما كيكون فيه كاع الديف كوب ازير ديال البلاد 100 درهم 60 على 60 هادو 60 على 60 الثمن 100 درهم هذا بريو بجوج من نفس ديالهم كيبقى ب 850 هادو نفس الثمن كاملين نفس الاشبيه والدوزيام ديالو كيبقى ب 850 هادو يسمى بريو هذا
هذا الثمن ديالو تما هادو ب 100 درهم شحال تما بحال الاخرى ديال 850 بحال هاد الاخرى شنو هادو هادو كلهم مات هادو مات هادو كاملين الا هذا وهذا بريو وين تاع فيهم الماط والبريو هادي كوب عادية كوب عادية هاد الفرصة هادات شحال دايرين في الثمن؟ 75 25 على 50 25 على 50 هذا كاين هذا هذاك شنو فيهم البريو والمات كاين البريو والمات كاين هادو سومي مات شنو هادو سومي مات وكاين البريو وكاين المات تسعين درهم شحال فيهم في القياس 20 على 60 90 درهم هادو كلهم ديال البلاد هادو خرجوا هادو شكل جداد ديالهم ديال مترو 20 على 60 مترو 20 ديال شمن ديال الهند ديال الهند كتكون قلت لي الجوده ديالهم زايده على ديال الصفاليون كتكون في البريو بحال المرايا هذا كولي اما ديال الصفاليون عندهم ديك لابريون زايده الثمن ديالهم طب 200 درهم كندوزهم شهر 230 220 اما ديال الصفاليون كيبدا من 170 180 ناقص في الثمن وناقص في البريو لا هذا باين الوجه ديالو بحال المرايا بريون بزاف وريني الالوان اللي فيه هادي واش 200 درهم الوحده ولا المتر في متر 20 على 60 هذا كامل ثم ديال الهند قلت ديال الهند هادو كلهم ديال الهند هاد الكحله اللي كاينه هنا سيها كاينه اذا كما تابعتوا معايا هذا الزليج الكبير ديال متر 20 على 60 اللي هو مستورد من الهند الثمن ديالو 200 درهم المتر المربع وبالنسبه للناس اللي غيبغيو الموديلات ديال اسبانيا نفس القياس ونفس الالوان الثمن ديالها كيبقى ما بين 160 و 170 درهم المتر المربع اذا بعد ما شفتوا معايا هاد الموديلات ديال الزليج الكبير غادي تشوفوا معايا اخر دفعه ديال الزليج اللي شفتوا معايا في اول فيديو الزليج ديال الحيط ديال الحمامات والكوزينه اللي القياس ديالو 20 على 60 واللي الثمن دائما 55 درهم
وبالنسبه للناس اللي كيبغيو الموديلات ديال الزليج البلدي كيخدموا بهم مثلا في شي حمام ديال الدار اللي كيكون حمام بلدي، او في بعض الاماكن اللي كيفضلوا الناس انهم يخدموا بهم، فهم كذلك متوفرين بالثمن ديال 55 درهم المتر مربع. وراه تما فيهم عده اختيارات. كاين بالنسبه لهذا الاشكال تيوضعوا حتى في الكونتر مارش، تيتدمج معنا الرخام، كيكون الرخام في المارش والكونتر مارش، هاد الالوان هكا تتعطي واحد الشكل اللي هو زوين. هذا الزليج ايفي باركي، القياس اللي متوفر فيه هو 20 على 60، والثمن ابتداء من 55 درهم، يعني على حسب الجودة كاين من 55 درهم حتى 75 درهم بالنسبة للجودة ممتازة. وفي الأخير غنشارك معكم واحد السولد، يعني واحد الزليج اللي هو دوزيام شوا كوب أزير، زليج كبير فيه 90 على 30، والثمن ديالو كيبقى ب 58 درهم. مع اخر الصور ديال هاد الزليج غنكون وصلت معكم نهايه الفيديو. الى عندكم اي سؤال او استفسار خليه ليا في التعليق وان شاء الله نجاوبكم. الى بغيتوا تزوروا المحل ديال السي عثمان تواصلوا معاه، دائما الارقام غتشوفوها في الشاشه. الى بغيتوا تزوروا المحل او تاخذوا الزليج وانتم في مدينه واحده اخرى تواصلوا معاه، راه غادي يشرح لكم جميع التفاصيل. ولا عندكم شي مشروع ديال البناء ولا الفينيسيون، فالشركه ديالي كتهتم بكل مجال البناء والتشطيبات، يعني الفينيسيون، تواصلوا معايا عبر الايميل او عبر صفحتي على الفيسبوك اللي عندها نفس الاسم ديال القناه. كذلك لاعلاناتكم التجاريه غتلقاو جميع المعلومات في صندوق الوصف تحت الفيديو. غنكون وصلت معكم نهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.